إذا كنت أول مرة سوف تشاهد قناة مروان بشار، لا تنسى الاشتراك في القناة أو سبسكرايب وتفعيل زر الجرس لكي توصلوا بجميع التنبيهات فور رفع الفيديوهات على القناة. هنا بعمل تعبئة لبطاقة فيزا أو شوبينج، نقوم بالضغط على فاليدي. نقوم بالضغط على فاليدي مرة أخرى. كما تلاحظون لقد تم تعبئة البطاقة بنجاح. الآن سوف نقوم بالذهاب إلى علي إكسبريس لكي نقوم بأول عملية شراء. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة مروان بشار. في هذا الفيديو سوف نرى طريقة شحن من علي إكسبريس وماذا يمكننا أن نقوم به قبل أن نقوم بشحن أي منتوج، الملاحظات الذي يمكننا ملاحظتها قبل الشراء، أي شيء. في هذا الفيديو سوف أقوم بشرحه لكم. كما لاحظتم قبل قليل قمنا بتعبئة البطاقة لكي نقوم بشحن منتوج من علي إكسبريس. نقوم بتحميل تطبيق علي إكسبريس، نقوم بالدخول إليه وفتح حساب عادي جدا. إما قم بإنشاء حساب جديد أو قم بربطه مع حساب الخاص بك جوجل. يوجد العديد من المنتوجات بثمن رمزي، كما تلاحظون هذه خاصة بالهاتف، القبعات، ملصقات، أي شيء تريدونه يوجد في هذا الموقع. أنا أريد شحن هذه. قبل أن نقوم بشحن أي منتوج في علي إكسبريس يجب أن ننتبه إلى التعليقات الخاصة بالناس. فمثلا أنا من المغرب، كما تلاحظون هنا عالم المغرب، يوجد 41 شخص قام بشراء هذا المنتوج. كما تلاحظون جميع التعليقات إيجابية، هذا مذهل، يمكننا الشراء بدون خوف. لكن إذا لم نجد أي شخص من بلدنا قام بشراء هذا المنتج أو يوجد تعليقات سلبية، لا تشتري أخي الكريم، لأنه سوف تتعرض أول شيء للنصب أو لن تصلك البضاعة. حتى لو قام بشحنها لن تصلك، أو سوف تصلك البضاعة مغايرة. أنت سوف تطلب هذا الليد، سوف يقوم بإرسال إليك صحن أو ما شابه ذلك. دائما على تعليقات الناس والوصف، الوصف مهم أصدقائي. إذا لم تقرأ الوصف لن تعرف ما يوجد بهذا المنتوج. يجب التدقيق في هذه الأمور. بعد ما تقوم الاقتناع بأن المنتوج جيد بالنسبة لك، تقوم بالضغط على الشراء. الآن يوجد العديد من الألوان، الأزرق، الأصفر، الأبيض والأخضر. نقوم باختيار الأبيض. الشحن من فرنسا أو من الصين، نقوم بالضغط على الصين لأن فرنسا لا تدعم الشحن إلى المغرب. أما إذا كان الشحن بالمال سوف تظهر لكم الشحن زائد ثمن الشحن. كما تلاحظون 0.16 دولار، أي درهم .46 مغربي. يمكنكم الدخول إلى هنا و رؤية أي شركة شحن سوف يقوم بإرسال فيها. بعدما نقوم باختيار جميع المعطيات، نقوم بالضغط على مواصلة. في مكان العنوان تقوم بالضغط على إضافة عنوان جديد. تقوم هنا بعمل اسمك، رقم هاتفك، العنوان الخاص بك والولاية والإقليم، أي مدينة والجهة الخاصة بك، الرمز البريدي لمدينتك، وتقوم بالضغط على حفظ. سوف يظهر معك هكذا، وتقوم بالرجوع مرة أخرى سوف يظهر معك هنا. نقوم بكتابة رقم البطاقة، هنا الاسم المدون على البطاقة الخاصة بك، هنا الشهر والعام الذي سوف تنتهي صلاحية البطاقة فيه، وهنا رمز الحماية. أصدقائي لا تقوم بكتابة أي معطيات خاطئة، لأن 3 محاولات خاطئة سوف تقوم بعمل قفل لبطاقتك ولن تستخدمها في أي عملية شراء. تقوم بالضغط على كل شيء في الأخير وتقوم بالضغط على أوكي. هنا إذا كان رمز لديك رمز ترويجي أو كود برومو، تقوم بالضغط هنا وتقوم بإدخاله، وتقوم بالضغط على تطبيق. في الأخير قمنا بالضغط على أي شيء، اختيار أي شيء صحيح. نقوم بالضغط على دفع الآن، جاري معالجة الدفع. كما تلاحظون قمنا بعمل كل شيء. نقوم بالضغط على إجماع، نقوم بجمع هذه العمولات لأننا سوف نحتاجها إذا أردنا شراء منتجات حين يكون التخفيض. كما تلاحظون لقد تم الدفع بنجاح. هكذا نكون قد قمنا بأول خطوة أو أول شراء لأول منتوج من علي إكسبريس. هذا ما كان في هذا الفيديو. في فيديو قادم إن شاء الله سوف نرى طريقة تتبع الطلبات الخاصة بك حتى تصلك إلى بلدك. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بجميع التنبيهات فور رفع فيديوهات على القناة. أراكم في فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.